بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كيفكم؟ إن شاء الله كويسين. بتمنى تكونوا صمتوا وفطرتوا على خير يا رب. وزي ما عودناكم في برنامجكم مطبخ الشروق النهار، الليلة حلقة جديدة، وصفة جديدة مع شيفنا الجميلة آية. شيفة، شيف كله تمام؟ شيف شو؟ خلاص تعودت إن أنت بتساعدني في المطبخ. زي كله تمام؟ الحمد لله. يلا ممكن تورينا الليلة النظام شنو، الوصفة شنو، حاجة جديدة شنو؟ أهلا بكم في حلقة جديدة من مطبخ الشروق على قناة الشروق. النهاردة هنستخدم البطاطا في الأكل، اللي هي البطاطا الحلوة هنستخدمها. هنعمل أول حاجة هنعملها، هنعمل بيها صينية بطاطس مع بطاطا حلوة مع فراخ وندخلها الفرن. نبدأ أتمنى أن أنتوا تكونوا بتجربوا الوصفات دي وتبعتوا تقولولنا آرائكم. وبدأت ناس تبعت لنا وتقول لنا عملوا إيه وبدأوا يطلبوا مننا كمان أكلات، وإن شاء الله هنعملها لكم في الحلقات الجاية. كل الأكلات والوصفات اللي اتطلبت هنعملها لكم. لسه عايزين برضو تفاعل أكتر ومقترحات ومشاركة وتفاصيل. أول حاجة هنعملها، هحط الطاسة تسخن، حطيت فيها شوية زيت وهننزل الفراخ، هنديها صدمة برضو. الفراخ برضو يا شيف؟ أيوة كل حاجة. وهنعمل هنا صوص، لما نطلع الفراخ هننزلها هنا فيه ونشوفه هيكون ايه. معلقتين دبس رمان، وفص ثوم مفروم، نص معلقه جنزبيل او ربع معلقه جنزبيل، رشة قرفة بسيطة، معلقة مستردة، عصير نص ليمونة، وهنقلبهم حلو. شوية فلفل اسود، رشة ملح. هننزل بالفراخ. انا هستخدم الورك اسماك نيل، بنزل على الحته اللي فيها الجلده، الحته اللي فيها الجلد هي اللي بنزل فيها الاول. والدبابيس، وهديها رشه ملح. ورشه فلفل. هنا كمان مع الخلطة دي هحط نص معلقة معجون طماطم، هنقلبها حلو، ريحتها حلوة قوي. واخر حاجة هنحطها معلقة سلسل، بس معلقة كبيرة شوية. السمسم السوداني ده بيدي نكهه حلوه كتير في الاكل. اه عارفه يا شيف، السمسم عندنا في منطقه اسمها الجدارف. الجدارف؟ ايوه. فحتى الفنانين الزمان القدام غنوا لها اغاني، وحتى هسه الشباب بدوا يجددوا في الاغاني. في اغنيه عديل اسمها سمسم الجدارف، عارفه كده؟ لا والله. في اغنيه كده بتقول يا سمسم الجدارف. حلو والله. سمعها لنا بقى. ايه حافظها؟ والله بفتكر في الكلمات بس. حلو حلو. ايوه يا سمسم الجدارف، الزول صغير ما عارف. قليب الريد. الزول يعني انت؟ ايوه يا سمسم الجدارف، الزول صغير ما عارف. الريد. فاكر باقي الاغنيه بس هي كده الاغنيه، يعني ممكن تكتبها لي شوف بتلقيها. اه ممكن تبعتوا لنا وتقولوا لنا الاغنيه بتقول ايه. اديها صدمه من كل النواحي، اديها صدمه حلوه شويه. اوكي. بعدين ممكن قبل ما تاخد صدمه نحضر الخضار. الاخوه المشاهدين، رمضان كيف معاكم؟ ورونا كيف الصيام، كيف رمضان السنة دي، الأجواء الرمضانية كيف، ابعتوا لنا
صوروا لنا، لازم شاركونا، عايزين فعاليات، عايزين اجواء. هاخد جزره بس، انا خدت نص بس عشان دي كبيره، وواحده بطاطا، بطاطا هقطعها تخين شويه، البطاطا اللي عامله زي الجزر. زي ايه؟ زي الجزر. في بطاطا البرتقالي دي، وفي بطاطا حمراء. ايوه، ان احنا بنعرف الحمراء اللي هي البامبي، كان يوم عملنا اللي بتبقى من جوه بيضه. لا، بتبقى من جوه صفرة. صفرة؟ ايوه. اللي هي بتتعمل عند بتاع العربية عندكم. ايوه، ما هي دي. هي دي؟ هي دي، بس لما تستوي بتبقى لونها اورنج شوية. وبطاطس. يلا، نحن عندنا هي دي نفسها، لكن بتكون عاملة زي البطاطس، لونها اصفر. بعدين ممكن تبقى شوية كده على اورنج. في البطاطا انواع كتير قوي، وبتختلف من دولة لثانية. من زراعة لزراعة، من حتة لحتة. بالظبط. ولكن هي نفس الحاجة اللي هي دي البامبية يا جماعة. كان يوم برضو مرة عملنا حلقة، يوم عملنا الحلو بيو القرع، القرع الحلو. وأنا هاخد حتة بصل. وهناخد حتة فلفل أصفر. في بعض المشاهدين يا شيف بيسألوا إذا في حلقة ثانية للحلويات أو في حلويات مختلفة؟ إن شاء الله. إن شاء الله، هنكون في حلقة ثانية. الفلفل الملون. الفلفل لما بنيجي نقطع الفلفل بخلي دي اللي من تحت وبقطع عليها علشان ما يطلعش المية بتاعته والعصارة بتاعته. عايزين نحاول إن إحنا نقدر نستفيد بأكبر كم من الفايده في الاكل بتاعنا، لان احنا في وقت طبعا هو مضر جدا وغلط جدا وفيها امراض كتير بدات تنتشر، فاحنا نحاول ان احنا نستفيد باكثر قدر ممكن من فايده الحاجه اللي احنا بنستخدمها، سواء كانت لحوم، سواء كانت حتى الرز والمكرونه. لقيتها هي بدأت. السؤال المهم، الفراخ بتتغسل ولا ما بتتغسلش؟ ده سؤال تقريبا الناس كلها بتسأله. الفراخ ما بتتغسلش. الفراخ لازم اكون بجيبها من مكان مضمون، مكان موثوق فيه، المزارع اللي هي المزارع اللي بنجيب منها الفراخ او بتوع الفراخ الفريش، لازم اكون متاكد ان الفراخ دي مش مريضه، لازم اكون متاكد ان الفراخ دي ما فيهاش اي نوع من انواع البكتيريا. في حاجات كتير قوي بتدل ان الفراخ كانت سليمه ولا لا. يعني مثلا لو جايبين الفراخ فريش، الكلام اللي انا هقوله ده مستحيل يكون موجود في الفراخ المجمده، علشان الفراخ دي بتبقى مجازر، فالفراخ دي بتمر بمراحل كتير جدا قبل ما تتذبح. لكن الفراخ الفريش هي اللي بيكون فيها المشكله دي. اولا عند الصدر من جوه عند العظم بنلاقي اوقات اكياس كده صغيره، معنى كده ان الفرخه دي مسرطنه، عندها سرطان. فدي نقطه يا ريت نخلي بالنا منها كويس قوي. في الوقت اللي احنا فيه يفضل ان احنا نلجا للفراخ المجمده. أوكي. الفراخ بتاعه المزارع، بتاعه المجازر، ان احنا بنبقى عارفين وواثقين الفراخ دي اتذبحت ازاي. من الحاجات المميته الفراخ، فلازم ناخد بالنا كويس جدا. الفراخ فيها بكتيريا، هي ما بتموتش، بتكون موجوده تقريبا نسبه 1 لـ1000، يعني في كل 1000 فرخه في فرخه بيبقى فيها البكتيريا دي. ممكن نتعب ما نبقاش عارفين ان السبب ان الفرخه فيها البكتيريا دي. فبناكل احنا مش عارفين ايه السبب. الفراخ لما بتتغسل لو البكتيريا دي موجوده فيها فهي بتنتشر، ما بنقدرش ان زي ما قلنا هي ما بتموتش. فباجي بعد كده اقطع خضار او اقطع سلطه، البكتيريا دي جاتني في الخضار، جات في السلطه، اكلتها، انا تعبت. فالفراخ ما بتتغسلش.
فنرجع احنا ناكل السلطه وناكل الخضار، نتعب ما نبقاش عارفين ايه هي المشكله. نطلع فاصل ونرجع نكمل كلامنا عن الفراخ. اشكر المشاهدين، فاصل ونواصل. شعبنا الحبيب، ورجعنا لكم بعد الفاصل. نكمل، كنا بنتكلم عن الفراخ قبل الفاصل. فبنقول ان البكتيريا اللي فيها هي ما بتموتش بالغسيل، انا بعمل ايه؟ كل اللي بعمله في الفراخ ان انا بنقعها في حاجه اسمها محلول ملحي. محلول ملحي يعني كل لتر ميه عليه 60 جرام ملح و30 جرام سكر، بقلبهم حلو قوي، بحط فيهم الفراخ. لو فراخ بعظم بسيبها من 4 ساعات ل6 ساعات، فراخ من غير عظم ممكن اسيبها ساعتين، وبطلعها اصفيها حلو قوي وبعد كده استخدمها. احنا هنا الفراخ خلصت، هنطلعها في الصوص. احنا يا شيف الاغلبيه عندنا في السودان بيستخدموا الفراخ المجمده. حلو، احسن احسن كتير 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 احسن كتير في الوقت اللي احنا فيه. بصف. هزود زيت علشان يقلل من درجة حرارة الطاسة معايا، عشان هي طبعا سخنة جدا. وهنزل بالبصل، وهنزل معايا بالجزر، هحط رشة فلفل اسود، وهنحط رشة ملح. هنزل بالبطاطس، وهنزل بالبطاطا، هنشوحهم بس شوية، هي هتكمل سوا في الفرن. البطاطا في الأكل الحادق بتدي طعم حلو قوي، اللي هي البطاطس الحلوة أو البطاطا الحلوة المسكرة، اللي هي بالسوداني. أيوة بالسوداني. بالسوداني إيه؟ نسيتي. نسيت البامبي. البامبي بس. رشة جنزبيل، رشة قرفة، هنحط الفلفل الألوان، وهنحط رشة جوزة الطيب، رشة بسيطة قوي. الريحه بدات تطلع، شامم. وبعدين جايبه ريحتين مع الخضار. أيوة. مع التوابل، مع التوابل. نجيب بقى الصينيه بتاعتنا، ونحط الخضار. هنجيب بقى الفراخ، هنقلبها حلو في التتبيله. طيب يا شيف، الساده المشاهدين ما يشيلوا في الوصفه دي الجلد بتاعتها، لانه لا، في اغلبيه الناس ما بتحبها. لا، الجلد بيساعد، لو انا بدي الفرخه صدمه الجلد بيساعد على الكرمله، وبيحافظ على اللحمه بتاعت الفرخه، لان انا لما ادي الصدمه للحمه من غير الجلد فانا بنشف اللحم، لكن بيتهري بينشف يبقى بيعض كده معاك. لكن انا لما بعمل الصدمه او لما بسوي الفراخ بالجلد، فاجي بعد كده لما اجي اكل انا مش عايز الجلد، بشيله بتبقى اللحمه طريه. اوكي، فيستحسن يكون بالجلد ده. بالظبط. طيب، وده عايزين نعمل بيه شنو؟ ده هنخليه دلوقتي، هنعمل بيه حاجة تانية. هنحط هنا شوية شوربة كانت عندي قديمة، وشوية مية، شوية مية، وهنقلبهم في الصوص.
فستمسم هعمل أيوة. تاتش كده عجيبه، وهنحطهم هنا عشان دي تبقى الميه اللي تدي البطاطس الطراوه. كلمه راحت من بالي خالص، عشان تدي للبطاطس الطراوه اللي هي هتسويها فيها. هنقفلها بفويل وهندخلها الفرن على درجة حرارة 200، هتاخد نص ساعة مش أكتر من كده. بعد كده هنشيل الفويل ونسيبها 5 دقايق تحت الشواية علشان تحمر. نطلع فاصل ونرجع نعمل وصفتنا التانية. أهلنا الطيبين، فاصل وراجعين. ورجعنا لكم من تاني مع شيفنا الجميلة آية. هنعمل تاني وصفة معنا ممكن الحلة. هنعمل شوربة البطاطا والبطاطس والجنزبيل. هنحط شوية مية، دول 2 كوباية مع 1 بطاطا كبيرة. اسمها ايه؟ بامبي. بامبي. البامبي. هنقطعها اي تقطيع. وهناخد نص بطاطساية بس، انا عايزة طعم البطاطا هو اللي يكون اكتر. وكان في نص جزرايه، حد كلها؟ ايوه نص جزرايه ونص بصلايه. ومعلقه جنزبيل، لو في جنزبيل طبعا الفريش احسن كتير. فصين ثوم. بس هنسيبهم يغلوا لحد ما يستووا، نضربهم بالهاند ميكسر، والموضوع سهل وبسيط، مفيش اسهل من كده. شوربه بسيطه شديد، بسيطه جدا وصحيه جدا، مفيده جدا. فايده الجنزبيل، فايده البطاطا، البطاطا ليها فوائد كتير جدا للاسف معظم الناس فيه احنا ما نعرفهاش. وهتستوي ونشوفها بعد ما تستوي هتعمل ايه. نعمل بقى سلطه الفواكه. يلا يلا. الليلة عندنا سلطة فواكه يا جماعة. عارفة يا شيف آية، رمضان في السودان له طعم كده. حصل مشيت السودان؟ ايه؟ حصل مشيت السودان؟ حصل ايه؟ حصل ايه؟ رحت السودان؟ رحت مشيت السودان. لا؟ فيلا عندنا رمضان عنده طعم ونكهه ثانيه، وفي عاده يعني انتوا هسه عندكم برضه المصريين برضه رمضان غير وطعمه غير والزينه وكده. عندنا في رمضان لازم قبل الفطار ب10 دقائق كده او باقل، اغلبيه الجيران بيطلعوا برا كده في الشارع بيحطوا فرشه في الارض، بيطلعوا الصواني، اي حد بيجيب حاجه من البيت، بيقعدوا يفطروا كلهم مع بعض. حل. بيصلوا صلاه جماعيه، بقعد بعد ذلك بتونس وبشرب الجبن السودانية. حلو. للأسف الكلام ده ما بقاش موجود هنا دلوقتي. موجود بصورة أقل في أماكن معينة أو في مناطق معينة، بس في الأغلب ما بقاش موجود يعني. أوكي. جديد بس حلو يعني، هي اللمة والصحبة الحلوة دي. لا، عندنا عادة ثابتة في السودان يعني، الحمد لله عادة حلوة جدا، عشان كده بقول لك رمضان أحلى في السودان. نعمل سلطة الفواكه؟ يلا. نعمل ايه بقى؟ عندنا نفسك تاكل فاكهه ايه؟ والله او بتحب فاكهه ايه؟ بحب التفاح، بحب خليجي دلوقتي. تفاح. أيوة. عندنا تفاح، كل اللي نفسك فيه عندنا. في حاجه بس مش موجوده. ايه؟ الكيوي. صح. طب ينفع كنتالوب؟
ينفع حلو جدا برضو بنحبه. وكمثرى وبرقوق حلوه دي طريه شويه. ممكن برتقال شويه. برتقال هنستخدمه بس هنقول لك بقى هنستخدمه ازاي. اوكي هنعمل ايه بقى؟ هنقطع التفاح طبعا زي ما قلنا قبل كده لما باجي اعمل طبق سواء فاكهه او طبق اكل لازم التقطيعات كلها تكون شبه بعض. بعدين لازم بالقشر بتاعه صح؟ هسه في ناس بتقشر لكن الفايده في الفايده كلها في القشر. صح ده حقيقي. انا بس ايه محتاجه البس جوانتي عشان احنا مش هنحط ده على النار فالافضل ان انا اكون لابسه جوانتي عشان اعرف اتعامل براحتي. اول حاجه هنعملها هنقطع الحاجات اللي هي بتسود بسرعه علشان هنعصر عليها ليمونه عشان نحافظ عليها. فهنقطع التفاح ادي التفاح وهنقطع الجوافة والتفاح الحاجات اللي فيها نسبة حزير الحاجات دي بتأكسد بسرعة مع السكينة ومع الهواء بتأكسد فلازم أحط وأنا بعمل سلطة فواكه أكون عارفة ده عشان أنا سلطة الفواكه لما باجي أعملها هي بترمي معايا كميات فمن الأكلات اللي ممكن تقعد في التلاجة فلما تقعد في التلاجة يعني لونها ما يغيرش ما اجيش اكلها بعد كده يبقى شكلها مش مقبول. فهنعمل ايه؟ يا اما هنعصر لو احنا يعني انا مثلا السلطه دي انا هستخدم البرتقال كعصير عشان العصير يعمل ماده عازله على الحاجات دي فلونها ما يغيرش. يا اما ان احنا لو مثلا انا بقطع تفاح بس لاولادي في البيت فبجيب معلقه عسل ابيض مع نقطه ميه سخنه مع نص ليمونه اقلبهم حلو قوي واقلب فيهم التفاح. اول حاجه هو مش هيغير من طعم التفاح. تاني حاجه هو اصلا هيدي طعم حلو فمنها انا حافظت عليه وفي نفس الوقت لو في اطفال هم ما بيحبوش التفاح فانا اديته لهم بشكل حلو. في نفس الوقت الموز من الحاجات اللي بتسود بسرعه جدا ويمكن ما بنعرفش نديها لاطفالنا في المدرسه صح. بسبب ان هم يا اما هو مثلا لسه صغير ما بيعرفش يقشر الموزه يا اما فمش عارفين نديها له ما يتقشرها. ممكن نعمل ايه؟ نفس الكلام نعمله في الموز مع العسل ونقطه الليمون او الكراميل. نعمل الكراميل ونقلبه في الموز برضو من الحاجات اللي بتخلي الموز ما يسودش. فعلا الموز بيأكسد بسرعه حتى في السلطه لو عملتيه بتحسي لونه بدا يتغير لحد ما انت تقدميه. بالظبط عشان كده لما تعمل سلطه لازم تحط عليها ليمون اولا هي بتديها تيست او عصير برتقال. حلو عشان الشوربه عباره عن ريحه زنجبيل. ايوه الريحه والبطاطا ريحتها بدات تطلع فانا ما اعرف اركز مع الخضار ولا اركز مع الشوربه ولا اركز مع الحلو ولا اركز مع شنو ما اعرف. احنا حطينا هنقطع حطينا نص ليمونه هنقطع بقى البرقوق حاجه برضو حلوه في رمضان يمكن بناكل حاجات حلوة كتير قوي فلما ناكل حاجة صحية شوية حاجة مفيدة عشان برضو ما يبقاش كله تخن بالزبط كده دسامة وحلويات بالظبط
وباقل اقل كميات تقدر تعمل كميه مهوله يعني. ايوه ما شرط تكون في ايتمز كثير وفي حاجات كثيره انها تكون مكلفه لاكل السلطه. اي فاكهه اللي موجوده الجدبه الموجود. ناخد بس نص كنتلوب شمام. شمام شمام ولا كنتلوب؟ شمام. احنا عندنا شمام. احنا عندنا الاثنين. ده الكنتلوب. ايوه انتم اكتر حاجه معروف عندكم بكلمه كنتلوب. ايوه عشان الشمام مش موجود في كل المواسم والكنتلوب برده مش موجود في كل المواسم. ده ليه مواسم. اوكي. الشمام بيبقى مش اخضر كده صح؟ صح ايوه بيكون اصفر. بيكون اصفر شويه لو بيكون اصفر او لو استوت خالص بتكون لونه شويه بيضاء وفيها برتقالي شويه كده. ده الشمام لكن ده الكنتلوب. ده الكنتلوب حتى حجمه بيكون شويه اكبر من ده. ايوه صح ده حقيقي. شمام موجود عندنا بس ما بيبقاش موجود في كل المواسم. عارفه ان احنا الشمام ده عندنا في البيت بيعملوه كيف؟ بيقطعوه نفس الحاجه مكعبات. ممكن عصير ليمون، حبه سكر، حبه سكر ايوه ممكن عصير تركي كده خلاص كده. دي طبق ده طبق كده حاجه بسيطه كده حلوه برضو ممكن تتقدم مع الفطور كده. احنا عندنا برضو الشمام والكنتلوب بنعمل فيه كده يتقطع ويتحط عليه سكر ويتاكل حلو. حرفيا الشعب المصري والشعب السوداني في اكلات كتير مع بعض بتشاف حاجات كتيره مني البس. يمكن الفرق بس ان في خضار او فاكهه مش موجودين هنا او خضار او فاكهه مش موجودين هنا لكن كدا. غير كده تخلوا صح لما اختلاف الشعوب واختلاف الطبيعه. هناخد بقى البرتقال. ده اسمه ايه؟ جمردين. جمردين ده صوص جمردين اللي عملناه في حلقه بس كان بالظبط وحطيناه في الثلاجه. وهنحط معاه معلقه عسل. حاجات كلها هيلثي ما فيها بالظبط. عصير برتقال سكر ما فيها اي مواد. الاثنين مع بعض؟ يس. اوكي. مرضين مع البرتقال حاجة حاجة عظيمة. ممكن نحط مكسرات. وهنقلبهم. مش هنحط عسل كتير برضو عشان دي فاكهة في النهاية هي فيها سكر. وهننزل بيه على الخليط بتاعنا هنا. الموضوع سهل. جهزت معانا. نطلع فاصل ونرجع نغرسها. يا السادة المشاهدين فاصل نرجع لكم نكون السلطة تمت ونقدمها. أهلنا الطيبين رجعنا لكم بعد الفاصل. تعالوا نشوف سلطتنا وصلت لوين. أنا في الفاصل حسيت إنها ألوانها كلها واحدة فقررت إن أنا أحط فراولة عشان نكسر بس اللون شوية. وفي نفس الوقت برضو دي الأطعمة كلها داخلة برضو في طعم واحد. فهنحط شوية فراولة كده ولا ايه رايك؟ فاكهتك المفضله الفراوله ها؟ لا هسه عايز اقول لك انت كده قصداني في الصحن ده صح؟ زي الفل. كويس. تاخده معاك تتسحر بيه بقى. يعني ان شاء الله انا من قبل اخده انا حاطه حاسه انت بس خلصي. لا انت هتدوق دلوقتي. ان شاء الله. شفت انا اكثر حاجه يعني في الفواكه عموما الفراوله. انسى اي حاجه قلتها. حلو. فالستروبري دي فيفرت بالنسبة لي. طيب تدينا بقى الحاجة اللي هنغرف فيها. اوكي. وانت صح. ايوه في الوقت.
نجيب الطبق؟ اوكي تفضلي. شكرا. ايوه كده بص ادت لون كده الاحمر كده كسر شويه. حاجه حاول كده ايه نحطه في كل كاس من كل حاجه. ريحتها حلوه جدا وانا ذقتها بصراحه. نحط بقى شوية صوص. صوص كله طبيعي. أيوة. بأننا في رمضان فأمر الدين يعني مطلوب. بس أنا عارفة أنت نفسك تدوق فأنا هدوقك. تفضل. شكرا. والله حاجة سكرها ايه؟ أحسن. ممكن اخد كمان؟ لا ده انت هتاكل كده. انا لازم اخد الاستروبري كمان. حاجة بسيطة طعم خفيف وظريف. ما احكيلكم معلش يعني لو انتوا بتشوفونا وانتوا صايمين. والله شوف ايه تسلم الايادي. بألف هنا. استوت حلو قوي. شوربه تمام تمام عظيمه 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 دي ولا هنضربها عشان ريحه الجنزبيل اول ما اتضربت اصلا من قبل ما تتضرب انا شامل الجنزبيل مع البطاطا. لازم تجربوها ريحتها حلوه قوي. ممكن نشوف اللي في الفرن بس قبل ما نكمل الشوربه. تمام حلو قوي. هشيل الفويل واشغل عليه من فوق عشان يحمر. دي كده محتاجة شوية ملح. شوية فلفل اسود. ممكن نحط عليها كريمة. ممكن ما نحطش عليها كريمة. هي مش محتاجة بصراحة بس ممكن نحط طبعا عليها كريمة. الكريمة معاها بتبقى حلوة قوي. دي اسمها شوربه من انواع الشرب البوري اللي هي بتعتمد لما بتيجي تمسك كشوربه على الخضار. يعني هي اعتمدت على النشويات اللي نزلت من البطاطس النشويات اللي نزلت من البطاطا انها تربطها وتعملها لنا شوربه قوامها تقيل مع بعض. بالظبط انها تعملها لنا شوربه قوامها تقيل. ممكن نحط واحدتين خضرة كده في النص. تزيين وحركات. دي كزبرة عشان برضه اما نيجي ناكل. دي كانت الشوربة معانا. الشوربة دي عملناها من البطاطس ومن البطاطا الحلوة وحطينا بصلة نص بصلة حطينا جزر وجنزبيل ثوم ملح وفلفل ورشة قرفة وسبناها على النار تغلي لحد ما استوت وبعد كده ضربناها
وشفنا الملح والفلفل ظبطناه وخلاص وخلص الموضوع. سهله جدا وبسيطه، طعمها حلو جدا ومغذيه جدا. نشوف بقى في الفرن. يلا. طيب اللي في الفرن لسه شويه، ممكن نطلع فاصل لحد ما نطلع فاصل. اعزائي المشاهدين، فاصل ونواصل. رجعنا بعد الفاصل اعزائي المشاهدين، نواصل نشوف باقي الحاجات. شوف كنا في الفرن. ايوه الفريخ. صوت جميل والريحه والحلاوه، ريحه المسترده مع دبس الرمان. بعدين 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 نعمل ايه احنا دلوقتي؟ دي كانت الفراخ اللي بالبطاطا والبطاطس. ممكن تورينا دي خطوة خطوة عملت شنو سريع كده للسادة المشاهدين؟ عملنا بطاطا وبطاطس وجزر. الأول ادينا الفراخ صدمة وشلناها حطيناها في الخلطة. كانت الخلطة بتاعتها عبارة عن دبس رمان، ليمون، مستردة، ثوم، جنزبيل، قرفة، ملح وفلفل ورش كزبرة بسيطة جدا ورش جوز الطيب وسمسم، وقلبناهم حلو قوي، ونص معلقة طماطم بوريه قلبناهم حلو قوي. وبعد كده ايه؟ طماطم بوريه معلقة صلصة. طماطم بوريه اللي هي صلصة، معجون الطماطم. وطلعنا الفراخ حطيناها فيها قلبناها. وبعدين مكان الفراخ شوحنا بصلة، جزر، بطاطس، بطاطا وشوية فلفل ألوان وثوم، وقلبناهم حلو حطيناهم في الطاجن. حطينا الفراخ وبعدين خدنا بقيه الخلطه اللي كانت فايضه وزودناها شويه شوربه وحطيناها عشان تستوي فيها الفراخ. بس حطيناها الفرن ربع ساعه، وبعدين اخر 10 دقائق شلنا الفويل من عليها علشان تتحمر وتاخد اللون الجميل ده. كده خلصت حلقتنا النهارده من برنامج مطبخ الشروق على قناه الشروق، ومستنيين تعليقاتكم، مستنيينكم تعملوا الوصفات وتبعتوا لنا الصور وتقولوا لنا ايه المشاكل اللي واجهتكم، وتبعتوا تقولوا لنا محتاجيننا نعمل لكم ايه. وبكده اعزائي بتكون خلصت حلقتنا لليوم. عملنا فيها صينيه الدجاج بالبطاطس، صلصه الفواكه الجميله والشوربه. واتمنى يا رب تكون عجبتكم واستفدتوا، ونشوفكم في حلقه قادمه ان شاء الله.